أنا غايس، أنا رايحة أسبانيا بس عشان ألعب فوتبول. أنا مريض صحياً، فأولادي هني اثنين صغار بيجروا معي العرباي وبيساعدوني، بيطالعوا للزباين إنه ما فينا أطلع على السادس على السابع في بنايات ما لها أسانسيرات، بيتعبوا معي. اليوم أكلنا بجوز بكرة ما ناكل، ما في، بس أجار البيت يعني أكلت ما أكلت شربت بدي أشيله. أنا قال له يعني مستحيل إنه نحن نروح على هذيك الدول.